زلنا في قوانين الميديا لمارشال ماكلوهان، هنتكلم دلوقتي عن الوسيلة هي الرسالة. بالإنجليزي برضه يستحسن نقولها The medium is the message. والمعنى هو إن أي وسيلة للاتصال لها تأثير يفوق أي محتوى أو رسالة تقدمها تلك الوسيلة. مثال: عملية مشاهدة التلفزيون لها تأثير أعظم على حياتنا من أي برنامج أو محتوى نشاهده. كذلك صار التكلم في التليفون له تأثير عظيم في شؤون البشر أكثر من أي شيء يقال أو يناقش من خلال استخدام التليفون. وقد أضيف حديثا تعبير جديد يصف الفوبيا. كلمة فوبيا يعني الخوف من العلو، من المية، من الحيوانات، من رؤية الدماء. 8000 نوع من الفوبيا، أضيف ليهم واحد جديد اسمه نوموفوبيا، أي فوبيا الخوف من فقدان التليفون الشخصي. نحلل الكلمة نو موبيل فوبيا، نوموفوبيا، الخوف من فقدان التليفون الشخصي. فالوسيلة التليفون صار هو الرسالة. إن تعبير الوسيلة هي الرسالة هو من أشهر ملاحظات القرن العشرين. إن الميديا لها تأثيرها الجوهري في استيعابنا للأمور، وهي الرسالة الفريدة للوسيلة. فرسالة الوسيلة هي الأساس الذي يتكون لأي محتوى توصله الوسيلة باستقلال عن محتوى الرسالة. لذلك فالوسيلة تنقل رسالتان، واحدة هي الشكل أو المحتوى، والأخرى هي الأساس. هذا الأساس يكونه محتوى الرسالة الذي تنقله. مثال: مضمون أي وسيلة هو أيضا وسيلة أخرى، وهكذا. فإن الكلام مضمون الكتابة، والكتابة مضمون الطباعة، والطباعة هي مضمون البرقية. مثال آخر: المصباح الكهربائي ليس له محتوى مثل التلفزيون الذي يحتوي على برامج، أو الصحيفة التي تحتوي على مقالات، وعلى الرغم من ذلك فهو وسيلة ذات تأثير اجتماعي. ولأن المصباح يمكن الناس من خلق مساحات أثناء وقت الليل، فلولا لكان الظلام يلفهم جميعا. ويصف ماكلوهان المصباح الكهربائي بأنه وسيلة بدون محتوى، فيقول إن المصباح الكهربائي يخلق بيئة بمجرد وجوده. وبالمثل، فإن رسالة نشرة أخبار حول جريمة بشعة قد تكون بسيطة بالنسبة للجريمة الفردية نفسها اللي هي المحتوى، ولكنها كثيرة وكبيرة بالنسبة لتغيير الرأي العام تجاه الجريمة التي ولدتها نشرة الأخبار. الإنترنت، المستخدم هو المحتوى على الإنترنت. كمان إن الشخص الذي يتكلم في التليفون أو الراديو أو التلفزيون يخلق ويصير مجسماً للمحتوى للوسيلة، فهو صوت بدون وجه أو جسم بالنسبة للتليفون والراديو، وفي حالة التلفزيون هو صوت بوجه وجسد غير مادي. أما في حالة الكتابة أونلاين فالعملية تصير أكثر تواصلا، لأن المستخدم يصير هو المحتوى في سطور الكتابة التي يكتبها. وبينما نحن نتقدم من خلال تاريخ التواصل، نجد أن كل وسيلة تأخذ الوسيلة التي كانت قبلها كمحتوى. فالإنسان بدأ بالكلام المنطوق، ثم صار يكتب هذا الكلام باستخدام اللغة. فوسائل الاتصال المطبوعة نشرت الكلمة المنطوقة على نطاق واسع في صورة الكتب والجرائد والمجلات، ثم صارت الصورة المتحركة في التلفزيون والأفلام والفيديوهات التي أنتجت لنا المسلسلات ونشرات الأخبار وغيرها. أما الإنترنت فهي تجميع لكل ما سبق. مثال من مصر، ويبدو أنه ممكن يفهمنا الأمر. تشتهر به مصر دون غيرها من سائر البلاد هو إقامة الموالد الشعبية. هذه الاحتفالات الدينية التي عرفتها مصر القديمة، فكانت تقام المواكب الدينية تمجيداً وتضرعاً للآلهة آنذاك. مصر القديمة الفرعونية، هكذا تخبرنا النقوش على جدران المعابد المصرية، كعيد زيارة الإله آمون لمعبد الأقصر الذي كان يطلق عليه عيد أوبت الكبير، والذي كان يتخلله مراسم موكب احتفالي كبير تقدم في نهايته القرابين والذبائح. وفي منتصف القرن الأول الميلادي عندما دخلت المسيحية مصر، اتخذت الاحتفالات الدينية شكلا مختلفا، عرف بأعياد القديسين مثل مريم العذراء والشهيد ماري جرجس والقديسة ديميانا ومارمينا. ووفقا لما ذكرته الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، فإن عدد الموالد الإسلامية والمسيحية يبلغ نحو 2850
مولد في مصر ويحضرها نحو 40 مليون شخص. طب في ميديا أكبر من كده؟ إذن الموالد ميديا. الموالد في مصر تعتبر نوعاً من الميديا التي تمتاز بشعبية كبيرة عند عدد كبير من المصريين. يعتبر المولد هو الرسالة بغض النظر عن مولد من وأي دين يتبع، سواء كان إسلامياً أو مسيحياً، للسيد البدوي أو للعذراء مريم، مفيش فرق. فالمولد نفسه هو الرسالة بغض النظر عن اسم الولي اللي هو المحتوى. ونحن نجد كثير من المسلمين والمسيحيين يزورون موالد الدين الآخر بدون أي تحفظ. الوسيلة هي الرسالة. هذه لمحة من قوانين الميديا اللي كتبها وقالها لنا مكلوها. الميديا كامتداد لأنفسنا، الوسيلة هي الرسالة، مفهوم الشكل والأساس، قوانين الميديا الرباعية، الميديا الباردة والساخنة.